انت ليك علاقات مع دولية وعربية مع حكام مصريين وحكام عرب وحكام اجانب؟ طبعا. تونس مين ليك فيها هنا؟ طبعا في كابتن ناجي جويني بس هو بعافية شوية. وفي مراد الدعمي. مراد الدعمي اخر كلام كان بينك وبينه امتى؟ في العيد لسه كنا معايدين على بعض. على بعض بعايد عليه. جميل مراد الدعمي. خلي بالك مراد الدعمي ده تاريخ في التحكيم. على مستوى بطولة افريقيا كابتن مصطفى ثلاث حكام اللي اداروا النهائي مرتين. تصفاي 70 و80، علي بن ناصر من تونس 84 و86، 2000 و2006 مراد الدعم. هنشوف مراد الدعم هيقول لك ايه دلوقتي. اليوم باش نتدخل بخصوص الحكم الدولي السابق احمد الشناوي، هذا الحكم الذي ترك بصمات واضحه للعيان لما كان حكم ساحه، حكم ناشط كان مستواه طيب جدا، وكان الاتحاد الافريقي يعول عليه في كثير من المقابلات الصعبه. ايضا بعد ما خلص التحكيم وانخرط في مجال تفقد الحكام، كان يتفقد الحكام وكان عنده راي وكان تقاريره تؤخذ بعين الاعتبار من لجنه الحكام الاتحاد الافريقي ولجنه الحكام الاتحاد المصري لكره القدم. بعد ذلك اوكلت له ايضا مهمه تطوير التحكيم من لدن الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لكره القدم، وايضا كان انتقل الى عديد الدول الافريقيه في شمال افريقيا وفي شرق افريقيا، صحبت بعض المسؤولين الاخرين، وكان يقوم بالكورس هذا كانت فيه إفادة كثيرة للحكام العرب والأفارقة، خلات بصماتها لدى الحكام الشبان اللي يقع الاعتماد عليهم في إدارة جميع المقابلات. هذا الحكم كانت له مصداقية كبيرة وكبيرة جدا، كان يحظى بالتقدير وكان يحظى يعني نظرا للخبرة ونظرا للكفاءة متاعه، أدت إلى تكليفه بهذه المهمة، مهمة فيتورو، دروس تثقيفية، دروس تكوينية للحكام، وكان متميز في هذا المجال. ثم بعد ذلك أيضا غير الاتجاه متاعه وأصبح محلل لدى القنوات التلفزية في مصر الشقيقة، وكانت أيضا جل تدخلات وكل تدخلات رشيقة، تدخلات فيها منفعة، كان الحكام يستفيدوا من هذه التدخلات، حتى وإن أخطأوا الحكام يستفيدوا ويصلحوا الأخطاء متاعه، لأن كرة القدم والتحكيم بصفة عامة في بعض الأخطاء، والحكم الجيد هو الذي يتعظم الأخطاء متاعه، وكان مثال ذلك الكابتن أحمد الشناوي بتدخلاته الرشيقة.